السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد سامي. حلقة النهاردة عن ايه التعديلات اللي نتمناها تنزل في الاصدار القادم من بنيلي في ال ام. طبعا ده يعتبر اخر اصدار في البنيلي في ال ام 2021، الموديل اللي معاه ده، لان احنا دلوقتي في شهر 9 وده يعتبر اخر نسخة. طيب ايه عنوان الحلقة ديت؟ عنوان الحلقة ديت ان انا اتمنى ان يكون في تعديلات في الفي ال ام الجديدة بقى ل 2022. طيب ايه التعديلات اللي انت عايزها؟ هقول لكم على ايه التعديلات اللي انا عاوزها في المكنة ديت. بس اتمنى قبل ما اتكلم في اي تعديلات، الناس تدعمنا بلايك، تشترك في القناة، ولو عندكم اي تعليق على الكلام اللي هنقوله في الفيديو بتاع المكنة ديت او التعديلات اللي هنطلبها في المكنة ديت اكتبوه في التعليقات. ولو انت عندك اي تعليق او اي تعديل تتمناه في المكنة ديت اكتبه برضه في التعليقات. طيب اول تعديل هنتكلم فيه وعايزينه يتعدل، وهو التوب سبيد للموتوسيكل ده، ان الموتور ده او التوب سبيد للموتوسيكل ده بيكون اخره 105 110. يعني انا هرص على الموتوسيكل ده جبت بيه 110 بالطقم التروس او بالمكنة تكون ستوك من غير معدل تروس، يعني المكنة دي بتجيب معاها 110 بس اخرها. طيب ايه التعديل اللي احنا عايزينه؟ عايزين المكنة دي التوب سبيد بتاعها او تتعدل يكون التوب سبيد بتاعها 125 130، يعلي التوب سبيد للموتوسيكل ده، يخلي الموتور يبقى اسرع او الموتوسيكل اسرع من كده. ان اغلبية الشكاوى او الناس اللي بتشتكي من الموتوسيكل ده ان هو بيجيب المية بالموتوسيكل ده او 105 وصوت الموتوسيكل بيعلى معاه. هو الخواجه بقى اللي هيعدل الموتوسيكل، ممكن يعدل طقم الفتيس من جوه، يعدل طقم الجر، يخليه ستوك، المهم يعمل اي شغلانه يعدل لنا التوب سبيد للموتوسيكل ده. طبعا ده اول تعديل نتمناه ان هو يتعدل. تاني تعديل نتمنى برضو ان هو يتعدل، وهو خراطيم سربنتينة الزيت او المواسير دي. شايفين السربنتينة، المواسير بتاع السربنتينة بتاع الزيت فين؟ حتة لازقة في الشكمان. احنا نتمنى برضو ان هي تتعدل وتيجي من الجنب التاني، تكون بعيدة عن الفرن بتاع الشكمان. طيب ليه التعديل ده؟ او فهمنا انت عايز تعدل التعديل ده ليه؟ لسبب ان الشكمان ده بيسخن، فبيسخن المواسير دي، فالمواسير دي اصلا او خراطيم الزيت ديت الشغل بتاعها ان هي تبرد الزيت مش تسخن الزيت. طيب ايه العلاج؟ هو ممكن يعدي المواسير من الجنب التاني، شايفين الجنب ده هنا كده، ممكن المواسير ديت تلف وتيجي من جنب من هنا كده وتطلع للسربنتينة في المكان ده، بحيث ان هي تبعد عن الشكمان او عن فرن الشكمان. احنا بصوا بنحاول نتاخرها على قد ما نقدر، بس برضو بتبقى قريبه من الشكمان. الشكمان يسخن هيسخن الكلام ده. ده نتمنى برضو ان هو يتعالج ويتعدل، بالرغم من الحاجات اللي انا بتكلم فيها ديت. يعني في ناس كتير ما تعرفش الكلام ده، او في ناس كتير ما اشتكتش من الكلام ده. مش معنى الكلام اللي انا بقوله ده او الحاجات اللي انا بقولها ديت يعني ان المكنه الفي ال ام فيها عيوب او فيها مشاكل، لا، هي من افضل الموتوسيكلات اللي في السوق المصري قيمه مقابل سعر. يعني انت بتدفع سعر وبتاخد قيمه، موتوسيكل محترم جدا. طيب احنا كده قلنا حاجتين عايزين يتعدلوا، ثالث حاجه عايزين نعدلها وهي نظام الفرامل. نظام الفرامل ان هو ينزل لنا زي الفي ال ار كده ما اتعدلت ونزلت نظام فرامل سي بي اس. نتمنى ان الفي ال ام الجديده تنزل نظام فرامل سي بي اس مع تعديل خزنه الباكم الخلفيه، لان خزنه الباكم الخلفيه ديت التيل بتاعها بيكون صغير، بيكون مستهلك كتير. الناس اللي معاها في ال ام عارفه الكلام اللي انا بقوله ده، قطعتين التيل بيكونوا صغيرين فبيستهلكوا بسرعه. طيب انت لو عدلت بقى نظام الفرامل وخليته سي بي اس، طبعا بتقل الضغط عن الفرامل الخلفيه، فعمر التيل الخلفي بيبقى اطول، لان ضغطه الفرامل الخلفيه بتتوزع 70 ورا 30 قدام. على فكره التعديلات ديت لو اتعدلت ونزلت في في ال ام 2022، وجهه نظري ان الموتوسيكل ده هيعمل طفره في السوق المصري، هيعمل طفره حقيقيه، لان الموتوسيكل ده من افضل الموتوسيكلات. يبقى احنا وصلنا لتعديل سي بي اس او تعديل نظام الفرامل، ان ينزل فيها سيستم كامل نفس نظام الفي ال ار السوبر السبورت سي بي اس، ويتعدل سي بي اس في المكنه الفي ال ام. في عيب بقى كمان نفسي يتعدل، وهو شايفين دواسة الفرامل ديت بتكون تحت الشكمان،
بتبقى معرضه ان انت لو في مطب عالي او حاجه عاليه بتخبط في الدواسه دي، بتتني الدواسه دي. انا بكلمكم الكلام ده عن تجربه وعن شغل. يعني انا بتجيلي موتوسيكلات كتير في ال ام الدواسه دي متنيه. طب متنيه من ايه يا باشا؟ يقول لك انخبطت مثلا في مطب فبتقوم جايه متنيه. طيب ايه التعديل اللي انت عايزه فيه؟ شفتوا الفي ال ار كلاسيك او الفي ال ار السوبر؟ اوريكم الفي ال ار الدواسه بتاعتها، دواسه الفرامل بتبقى ماشيه ازاي. دواسه الفرامل في الفي ال ار بتكون في جنب الشكمان، هوريكم شكلها برضو. طبعا دي مكنه في ال ار اهيت، شايفين دواسه الفرامل بتكون جنب الشكمان مش جايه من تحت الشكمان. طبعا دي افضل وبتكون بعيد عن المطبات او مطب عالي يخبطها من تحت. نتمنى برضو ان ده تعديل ينزل مع السي بي اس، لان دواسه الفرامل بتاع الفي ال ام بتبقى معرضه ان هي تنخبط تنتني الكلام من ده. لكن في دواسه الفي ال ار زي ما احنا شايفين الشكمان بيكون اوطى من الدواسه. نرجع تاني للفي ال ام، وصلتكم؟ طبعا دي لو اتعدلت مثلا وطلعت من الجنب هنا كده ودوست الفرامل، رجل الفرامل بقت في الجنب كده، هتكون افضل وهتكون مش معرضه لاي اصطدام او اي خبطات. نوصل لاخر تعديل، وهو التعديل بقى ده اللي الناس بتقعد تعدل فيه وتعمل فيه شغل كتير، فنتمنى برضو ان هو ينزل في الموديل 2022. طيب ايه هو التعديل؟ اتمنى ان اللمبات او الاناره في الموتوسيكل الفي ال ام تنزل للداد. ليه؟ اغلبيه الناس بتجيب لمبات وبتعدل النور الصغير وبتعدل النور العالي والنور الواطي وتعدل الاشارات. طيب احنا نتمنى ان الموتوسيكل ينزل ستوك، ينزل بلمبات ليد، اشارات ليد، والنور الصغير والنور العالي ليد والنور الصغير ليد. ليه؟ انا عايز اخد موتوسيكل بقى ما الفش تاني واروح عند صنايعي يعدل لي حاجه واقول له اعمل لي شغل. يكون افضل ان الموتوسيكل يكون ستوك على وضعه، اخده كامل بكل حاجه، لان الموتوسيكل ده بصراحه من افضل الموتوسيكلات اللي في السوق المصري. وانا لما بقول افضل موتوسيكل من الموتوسيكلات اللي في السوق المصري عن تجربه، لان بصراحه انا جربت الموتوسيكل ده اكتر من مره. على فكره الموتوسيكل الفي ال ام في الوقت اللي احنا فيه ده في شهر 9/2021 مش موجود في السوق، بدات الدفعه بتاعته تخلص. طبعا احنا في انتظار الدفعه الجديده ال 2022. طيب احنا نتمنى ينزل فيها التعديلات دي. معنى كده ان الموتوسيكل ده ما ينفعش، لا الموتوسيكل ده يناسب ناس كتير جدا ومن افضل الموتوسيكلات اللي موجوده في السوق المصري. طيب انا بطالب ان يتعدل فيه الكلام ده في موديلات جديده. الموتوسيكل ده بقى له 3 سنين موجود بنفس الاوبشن اللي فيه بنفس الكلام، فاحنا نتمنى في الموديل الجديد يتعدل. اتمنى الناس تكون استفادت، اتمنى اللي استفاد يدعمنا بلايك، عشان بصراحه انا عملت لكم حلقه المفروض الحلقه دي تكون كويسه. اتمنى الناس تشترك في القناه وشكرا. 2022 طيب احنا نتمنى ينزل فيها التعديلات دي. معنى كده ان الموتوسيكل ده ما ينفعش، لا الموتوسيكل ده يناسب ناس كتير جدا ومن افضل الموتوسيكلات اللي موجوده في السوق المصري. طيب انا بطالب ان يتعدل فيه الكلام ده في موديلات جديده. الموتوسيكل ده بقى له 3 سنين موجود بنفس الاوبشن اللي فيه بنفس الكلام، فاحنا نتمنى في الموديل الجديد يتعدل. اتمنى الناس تكون استفادت، اتمنى اللي استفاد يدعمنا بلايك، عشان بصراحه انا عملت لكم حلقه المفروض الحلقه دي تكون كويسه. اتمنى الناس تشترك في القناه وشكرا.